طبعا في بعض الشهادات بنعملها مع الجهات التانية، جهات أكاديمية، وعلى رأس هذه الجهات الأكاديمية طبعا الأكاديمية العربية للنقل البحري، وإحنا بنشتغل معاهم على مستوى برامج تدريبية بالتعاون معاهم، بنشتغل معاهم على مستوى، ودي بتخص كل الأعمال الإدارية وبتخاطب جميع القطاعات في الدولة. نشتغل معهم على مستوى الدبلومات سواء كانت مهنية أو تخصصية، بتخاطب متطلبات الجهاز الإداري للدولة، وكمان شهادات أكاديمية ماجستير وماجستير مهني الـ MBA ودكتوراه في الإدارة العامة.